سيد المبارك الله يسلمك، شلون حالك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك. كيف صحتكم؟ بخير الله يحفظك. نعم بخير. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. احنا نحسبها طبيا، لكن في حساب لها اخر اللي هو الاجتماعية الناس، وهذا اللي يميز. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله. لك الحمد حمدا يليق بجلال عظمتك ومجدك. اللهم أحمدك حمد الشاكرين. اللهم أحمدك في كل نعمة أنعمت بها علينا من خير وصحة وأمن وأمان. من أين أبدأ والمحامد كلها؟ لك يا مهيمن يا مصور يا صمد، احترت في أبهى المعاني أنت في بجلال قدرك فاعتذرت فلم أزد. وصلاة وسلاما طيبين مباركين على خير خلقه وأكرم أنبيائه نبينا محمد عليه من ربه أفضل صلاة وأزكى تسليم. سعادة مدراء بالشؤون الصحية لمنطقة القصيم، أصحاب السعادة والفضيلة، الإخوة الأطباء، زملاء الحضور، الأخوات الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاركت في مؤتمرات عدة وفي مناسبات عدة، ولكنني أجد المشاركة في مثل هذه المناسبة من أجمل المشاركات، لا سيما وهي تتحدث عن مشروع طيب خير. دائما نتحدث عن الحب بكل معانيه، نتحدث عن الغرام بكل ما يحوي، نتحدث عن الشباب، نتحدث عن أمور كثيرة، ولكن حينما نتحدث عن الآباء وحينما نتحدث عن الأمهات يكون الحديث أحيانا ذو ألم، ويكون الأحيان الأخرى ذو شجون. أيها الأحبة، لن أطيل في الحديث، ولكنني سأرويها بقصة قصيرة. هما امرأتان تقابلتا في دار للرعاية الاجتماعية. كل واحدة منهما تشتكي جور الزمن وغدر الأيام وعقوق الأبناء. الألم أنهك أجسامهما، واليأس أحرق كل ما بداخلهما. فماذا قالت لأختها؟ تقول: أختاه، لا زلت أجري في مدى ألمي، كأنني غارق خانته رجلاه. إن كنت تبكين من باعوا ضمائرهم، فهل ستبكين من ضلوا ومن تاهوا؟ أختاه، يا شمعة للحق موقدة، ويا نشيد فم الإخلاص غناه. إليك أرسلت أشعاري مغردة، والأفق باك ولحن الشعر تياه. أيها الأحبة، من الشباب العاملين في هذا المجال أبشركم بالخير الكثير، حيث أنكم تزرعون الابتسامة وتعيدون الأمل لكل أم ولكل أب. حينما تتعاملون مع الكبار فأنتم كبار في تعاملكم، وأبشركم بالخير بأن المدير عام الشؤون الصحي منطقة القصيم والذي يقف خلف هذا الإنجاز الكبير، وانتهاء بكل ممرض يمسح دمعة أب أو أم في بيتها وفي منزلها، يساعدها ويعيد الأمل والبسمة من جديد.
القرآن الكريم. الأخ يوسف الضيل علي عطر إن شاء الله أجواء اليوم بعد يمكن المقدمة الدرامية شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم الأخ الدكتور صلاح الخراز، أصحاب السعادة أصحاب الفضيلة الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذا اللقاء العلمي الذي دابت على تنظيمه الشؤون الصحية بمنطقة القصيم إيمانا منها بأهمية برنامج الطب المنزلي وضرورة تحديث وتنشيط معلومات المنتسبين لهذا البرنامج. فشكرا للأخ الدكتور صلاح وزملائه الكرام. الإخوة الحضور، منذ تأسيس هذا البرنامج بقرار معالي الوزير الدكتور عبد الله الربيعة في شهر ربيع الثاني من عام 1430 للهجرة، والبرنامج يسير بفضل الله بخطى ثابتة وسريعة في تفعيل أنشطته العلاجية الوقائية التأهيلية الاجتماعية والتوعوية في جميع مناطق ومحافظات الوطن الغالي. ولا شك أن تقديم هذه الخدمة للمواطن الذي هو بحاجة لها داخل منزله وبين أهله وذويه هي من أرقى وأنبل الخدمات التي تبنتها الوزارة في استراتيجيتها الشاملة والمتكاملة تطبيقا لشعار المريض أول مريض. تلقوا ويتلقون هذه الخدمة وفق آلية عمل تطبق من خلالها المعايير الطبية المتعارف عليها من خلال فريق طبي تم إعداده وتأهيله لهذا النوع من النشاط، حتى وصل عدد الفرق إلى أكثر من 180 فرقة طبية ما بين طبيب وأخصائي في الطب المنزلي لمنطقة القصيم على جهودهم الموفقة لتطوير وتوسيع خدمات البرنامج. قبل الختام لا يسعني إلا أن أشكر باسم الجميع معالي الوزير الدكتور عبد الله الربيعة ومعالي نائبة الشؤون الصحية. أثناء قراءة وتلاوة آيات الله عز وجل بتحمل الأمانة أردت أن أقول لزملائي الذين يعملون، فصاحب الفضيلة الدكتور صالح المنيان والزملاء الدكتور ناصر والدكتور فيصل والأستاذ حال الحسينان وجميع المسؤولين بالمديرية لهم عمل وجهود ويبذلون ويخططون ويواصلون العمل، ولكن خاطرتي اليوم التي أنا أريد أن أنقلها لزملائي العاملين في الميدان. الخاطرة تقول أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أمرا ببر آبائنا وأمهاتنا فليس لنا خيار، فمن يبر يوفق ويسعد وهو ملزم ومجبر شاء أم أبى، والخاسر من لا يقدم هذا البر. ولكن خطرتي تقول أن بعض الزملاء العاملين قد لا يكون له أب وقد لا يكون له أم على قيد الحياة. أنا أقول هذا الباب يفتح لك آباء كثر وأمهات كثر،
فاحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى بأنك تقدم هذا البر لأم لك أو لأب لك، فأنت ستشعر بالسعادة لأنك ستقدم هذا البر وأنت سعيد وأنت تشعر من الوناسة والسعادة بتقديمك لهذا البر. فأنا أقول استشعروا هذا العمل عند زيارة كل كبير سن، فتتحملون منه العمل وتتحملون منه ربما الكلمة وتتحملون منه، إذا استشعرتم أنكم تؤدون هذا العمل برا بأب أو أم، وتطلبون من الله عز وجل وهو المالك، تطلبون منه الأجر والثواب قبل أن تطلبون الأجر الدنيوي. وفقكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم بارين مبرين إن شاء الله. شكرا. المشرف العام على برنامج الطب المنزلي بالوزارة. الحزيم. الدكتور ناصر زين. فضيلة الشيخ الدكتور صالح المنيان. أكبر من الأستاذ خالد الحسينان مساعد المدير العام للطبية العلاجية. دكتور فيصل الحبيتي مساعد المشرف العام على الطب المنزلي بالوزارة. دكتور عمر اليحيى مدير إدارة التعليم الطبي والبحوث في القصيم. الأستاذ صالح إبراهيم الشيبان مساعد المدير العام للتمويل الطبي. لجنة أصدقاء المرضى لمنطقة القصيم. دكتور محمد رضا منسق الطب المنزلي لمنطقة القصيم. أخيرا درع بهذه المناسبة لسعادة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة القصيم الدكتور صلاح الخضراني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير وأن تتكلل الجهود بالنجاح. شكرا لكم سعادة المدير العام على رعايتكم، شكرا لكل الأخوة الحضور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.